السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الحلوة ديال الكوك والسميدة اللي كتجي زوينة وسهلة واقتصادية. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم المقادير. عندي 3 البيضات، البيضات خصهم يكونوا كبارين. عندي خمارة ديال 14 غرام وفاني، عندي واحد 2 معالق عامرين ديال مربى المشماش، وعندي كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت. هنا كاس السكر انا ما عمرتوش مزيان لحقاش دائما كنقص واحد شويه السكر. وغادي ندير رشيشه الملحه. وهنا عندي 250 غرام ديال الكوك اللي هي 4 الكيسان عامرين العنبه. وهنا 250 غرام ديال السميده، السميده المتوسطه ماشي الغليظه ماشي الرقيقه. و بالعبار الكاس العنبه 2 كيسان عامرين ديال السميده. على بركه الله غادي نبدا ندير البيض. هنا درت البيض هنايا في الاناء ديالي، غادي نخلطو مزيان. غادي نزيد عليهم نشاد الفاني، غادي نزيد عليهم السكر ورشيشه الملحه، غادي نزيد كاس ديال الزيت وجوج معالق عامرين ديال المربى. غادي نخلط هادشي مزيان. من بعد غادي نحيد هذا، غادي ندير بيدي. غادي نضيف الكوك والسميدة، غنخليها هي الاخرانية. من بعد غنزيد خمارة كما قلت لكم ديال فيها 14 غرام. الا كان هذيك الحمراء ديال المغرب ديروا 2 ولا 1.5. غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف السميده، وهنا فاش كنضيف السميده كنبقى نعجن مزيان، يعني حتى كنحسو بهذيك السميده اندمجت مع الكوك ديالنا. صافي دابا كنبقى نجمع فيها مزيان، بقى ندير لها هكا حتى تعجن مزيان. من بعد فاش كنجمع العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل. غادي نخليها شويه تشرب هاد السميده وغنرجع معكم باش نكور كويرات. وهنا عندي شويه درت شويه الماء مع شويه الماء زهر، وغادي ندوز هكا يدي باش ما غاديش يلصق للعجينه. غندير هكا شويه للطبسي فاش غادي نحط الكويرات باش ما غيلصقونيش. وبسم الله غادي نهز هكا القياس اللي غادي نحتاج، ما نديرهمش كبار بزاف وما نديرهمش صغار، ديرهم هكا لحقاش باش كيكبروا شي شويه في الفران. صافي وغادي نبقى ندير هكا. انت فاش كنديروا هاد الماء كندهنوا يدينا بالماء ما كيلصقناش العجينه في يدانا، انت كيتكوروا بسهوله. من بعد غادي نجيب سكر كلاصي وغادي ندوزن فيه وعاد نديرو من الفران. الفران هنا خصو يكون سخون، غادي نديرو على 200 درجه ويكون سخون من الاول مزيان باش نديرو الحلوه ديالنا غادي تحل معانا مزيان. وهنا دابا عندي شويه ديال السكر كلاصي، زدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال النشا
مايزينا، وغادي نبقى نهز هكا الكويرات ديالي وندور مزيان في هاد السكر بحال هكا. وغادي نحط هكا في الصينيه ديال الفران. كما قلت لكم الفران في هاد الوقيته غيكون سخون، كونوا شعلناه من قبل صافي، وكنحطهم شويه بعادين من بعد بعضياتهم، ما نحطهمش قرابين صافي. انا غادي نبقى مستمره على هاد الطريقه هكا، كما قلت لكم نحاولوا نعمروهم شويه هكا بعد السكر مع مايزينا. وهنا دابا درتهم هكا في الصينية الفران، غادي نجي هنايا وغادي نبقى نبرك عليهم هكا كما كيبان لكم هكا، نديرو هكا حفيرة في الوسط باش كياخدو هاد الفورمة هادي، كيجيو زوينين. هنا راه تبارك الله خرجت لي ماشي غير هاد لاطار، كاين صينيه اخرى وتقريبا صينيه ونص هكا قبل اللي خرجت صافي. كنبقى نضغط عليهم هكا غير بشويه وهما كيتحلوا، وغادي يزيدوا عاد يتحلوا شويه في الفران. هكا دابا غادي نديرهم في الفران. وهانتوما الحلوة ديالي جات على هاد الشكل، هانتوما تبارك الله خرجت طبسيل عامر. شكون اللي ما كتعجبوش هاد الحلوة؟ انا عزيزة عليا سبحان الله هاد الحلوة هادي. هانتوما راه هنا باقية سخونة تبارك الله، جات هشيشة وسهلة باش تصوبوها، غير ما تغفلوش عليها في الفران. الفران كتحمر بالزربه خصكم تحضيو معاها وصافي. داكشي اللي قلت لكم ما تغفلوش معاها في الفران وصافي، راه كتحمر بالزربه. ها انتما كيفاش جات تبارك الله كتشهي، وبالصحه والراحه تصوبوها في العيد ان شاء الله، علاش لا تعمروا بها الطابله ديالكم بحال هكا. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده، وحتى المره المجيه ان شاء الله، ومع السلامه.